السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى المتتبعين ديالي والمتتبعات تكونوا بخير وعلى خير. تنشكركم على الاشتراكات ديالكم وعلى الدعم ديالي، شكرا. أنا بيكم إن شاء الله غادي نزيد القدام. اليوم جبت لكم موضوع جديد، واحد الخبر مفرح، هو تيهم العيالات اللي كانوا عالقين في الحقول الإسبانية ديال فريز. الحمد لله البارح كانت الأخبار، واليوم متأكدت منها مزيان من خلال الجرائد والسلطات الإسبانية والسلطات المغربية. هاد العيالات كما عرفنا أنه بسبب قلة اليد العاملة الفلاحية بإسبانيا تيحتاجوا يجيبوا يد عاملة من المغرب، تقريبا أكثر من 7000 امرأة تيديروا عقود موسمية وتيخدموا بهذيك الحقول ديال الفريز الإسبانية الفراولة بويلفا، مدينة ويلفا. هاد العيالات مساكن أغلبيتهم كي كنا نشوفوا في الفيديو هما غوتوا وصرخوا تيطالبوا الملك ديالنا نصره الله باش يساعدهم باش يرجعوا، والأغلبية ديالهم خلاو ولادهم وعالقين دابا بإسبانيا باش يكسبوا شوية ديال الفلوس ويزيدوا في التغطية ديال المغرب، يزيدوهم في المصروف ديالهم اليومي والعائلات ديالهم، هما سمحوا في كل شيء وجاو يخدموا. ولكن مساكن حصلوا مع هاد الظرف ديال الكوفيد، سدات الحدود في وجههم، واحد الفئة قليلة اللي استطاعوا، دوك العائلات مثلا اللي كانوا حابلين واللي مرضوا اللي كان عندهم ظروف قاهرة حاولوا قبل يرجعوا، والاخرين بقاو عالقات وإسبانيا وعيا واتصلوا بالجهات المعنية والو. ولكن اليوم الحمد لله هذه خبر زوينة، المغرب أعلن تا هو الفتح ديال الباب أمام هاد العودة ديالهم نهاية الأسبوع إن شاء الله. كاين واحد البلاغ السفارة المملكة المغربية بإسبانيا، غادي ندير لكم تا الأخر ديال هاد المداخلة ديالي. وإذا العودة ديال هاد العيالات مساكن اللي بقاو عالقات بإسبانيا وفضل اتفاق بين الحكومة الأندلسية ديال ويلفا والحكومة المغربية، تم الخروج بواحد الاتفاق أن هاد العيالات غادي يمكن لهم يلتحقوا بأرض الوطن إن شاء الله. والجميل في الأمر واللي عجبني بزاف، كما شكرت السفارة المغربية هاد الحكومة هادي، أنا بنفسي فرحت بزاف منين شفت الحكومة الإسبانية هي اللي غادي تكلف بتحاليل بيسير. وحنا تنعرفوا الإخوان الأخوات أن هاد التحليلة هادي غالية بزاف مكلفة. هانتوما الجالية المغربية دابا من خلال داك الفيديو اللي كنت درت ديال حقيقة الأثمنة ديال الرام ديال تذاكر باش العودة للمغرب، شفتوا بانه ضروري هذاك التحليل خصها دار ومكلفه، جد مكلفه. اغلبيه التعليقات كانوا تيكتبوا ليا تيقول لك كي غادي نديروا هاد التحليله غاليه، انا ما منقدرش نجاوب هذا لان هاد التحليله هذه طالبها الحكومه المغربيه، واللي باغي يمشي راه غادي يمشي واللي ما بغاش راه غادي ينتظر شي شويه تيفوت هاد الوباء ويلقى ثمن التذكره ناقص، وفي نفس الوقت ما غاديش يكون فرض عليه يدير هاد التحليله. إذا بفضل هذا الاتفاق قلت ديال الحكومة الأندلسية والحكومة المغربية، إذا اتفقوا وخرجوا بواحد نتيجة، هو أنه هاد الحكومة الإسبانية خدات على كاهلة على عاتقها تحليلات ديال بيسير ديال هاد العيالات. دابا بداو البارح التحاليل ديال الفوج الأول ديال هاد العيالات، وإن شاء الله تينتظروا هاد النهار غادي تخرج التحليلة ديال الأولى، غتبان يوم الخميس. وإذا التحاليل قالوا ما بين 24 ساعة ل 72 ساعة بفوج الأول بداو تيديرهم التحاليل. إذا هاد العودة ديال هاد العيالات غتكون كيما شفت في لابريس انترناسيونال ولا بريس اسبانيول، هذا غادي الصحف كلها أكدت على أن هاد العيالات غتكون غادي يرجعوا عبر بواخر مخصصة لذلك. دابا السلطات الإسبانية خدامين مزيان باش هاد العاملات يرجعوا الوطن ديالهم في احسن على احسن ما يرام في ظروف صحيه، خاصه حنا تنعرفوا دابا بان هاد بعهد الكوفيد وهذا تيخص مزيان يحترموا الشروط الصحيه، يعني بالنسبه للتعقيم الحافلات اللي غادي يبداو ينقلوهم باش يديهم، لانهما فكروا باش ما يكلفهمش هاد الامر بزاف هاد الحكومه هادي وهاد الاقليم ويلفا، فكروا بان غادي يكون الارسال ديالهم من ميناء ويلفا مباشره الاسباني، ما يديهمش لشي ميناء اخر زعما الخزيرات ولا الطريفه ولا الجزيره الخضراء ولا الطريفه، ولا لا غادي يمشيو من البلاصه اللي خدامين فيها، ولكن ضروري غادي ياخذوا لهم حافلات اللي غادي ينقلوهم بها مباشره. وهاد الحافلات غادي يتم تعقيم ديالها افيريامزير، فوق ما داهم ورجعوا الحافلات غادي يعاودوا يعقموهم.
إذن إرسال ديالهم مباشرة كي قلنا على من ميناء ويلفا الإسباني، وهو المكان ديال العمل ديالهم سابقا. والحكومة المغربية اتفقت معهم باش ترسل باخرة لويلفا باش يردوهم كي قلت لكم، إلا أنه تيطلبوا منهم باش يحترموا التباعد وجميع الشروط الصحية اللي هضرنا عليها قبل ديال الكوفيد، مثلا الكمامات والتعقيم، وهاد الإجراءات تطلب مجهود كبير كما تنعرفوا، واللوجيستيك مهمة. من هنا تنشكر الحكومة الإسبانية على هاد الدعم ديالها وعلى هاد التدخل الإنساني. شكرا شكرا، لأنهم نقدوا هاد العيالات اللي غادي يحاولوا إن شاء الله يلتحقوا بالعائلات ديالهم. وهاد هاد المجهودات هادي كي قلنا غادي يكون لوجيستيك تيطلب ميزانيه كبيره، كالحافلات لان هادي خصهم حافلات باش ينقلوهم للميناء، وخص التعقيم، وهذا وهاد التدابير كلها تتكون تنسيق مع الحكومه ديال الاندلس كي قلت لكم، وواحد الجمعيه اكبر جمعيه لمنتجي الفريز الفراوله باسبانيا، وهي انتر فريزا. وحسب اوروبريس هاد العاملات الموسميات غادي ان شاء الله يرجعوا للمغرب ويلقاو العائلات ديالهم ابتداء يوم السبت ان شاء الله. وكذلك البلاغ ديال السفاره المغربيه تاكد هذا الشيء، انا غادي نقول لكم ان شاء الله دابا. اذا بلاغ سفاره المملكه المغربيه من مدريد هو كالتالي: ستطلق ابتداء من يوم السبت 18 يوليو 2020 برنامجا للعوده عن طريق البحر لفائده 7100 عامله موسميه مغربيه من اللواتي ساهمنا في الموسم الفلاحي ببويلفا في إطار برنامج الهجرة الدوري بين البلدين. إذن تود سفارة المملكة المغربية أن تتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون وكتابة الدولة في الهجرة ورئيس حكومة الأندلس وكافة أعضاء فريق الحكومة المحلية لتعاونهم الثمين وتتبعهم واهتمامه الكبير بوضعية العاملات المغربيات الموسميات. وتتوجه بالشكر أيضا إلى مندوبية الحكومة بالأندلس والمندوبية الإقليمية بويلفا لدعمهما الموصول طوال هذه الفترة، وكذا لمنظمات أرباب الشغل والشركات العاملة في قطاع الفواكه الحمراء لمصاحبتها خلال هذه الفترة.